وقتله المستمر لأبناء شعبنا الفلسطيني. قتلهم جيش الاحتلال عندما أغار بطائراته الحربية على مدرسة التابعين. تأتي هذه الوقفة اليوم تنديدا بهذه الجرائم المرتكبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه المذابح التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من جهة، وأيضا بحق الزملاء الصحفيين من جهة ثانية. اليوم نودع زميلين صحفيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي مع سبق الإصرار والترصد، الزميل الصحفي تميم أبو معمر والزميل الصحفي عبد الله السوسي. هذه الجرائم التي ترتكب بحق الزملاء الصحفيين أدت إلى ارتقاء 168 صحفيا هنا في خلال هذه الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. اليوم نشجب ونندد بهذه الجرائم المرتكبة ونطالب بتشكيل حماية وحصانة للزملاء الصحفيين في الميدان هنا في قطاع غزة.